تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى خلال عملية تفتيش سلسلة جبال بادوش وجبال عطشانة من ردم وتدمير 6 أنفاق لعصابات داعش الإرهابي. وأضاف بيان لمركز الإعلام الأمني أن القوات الأمنية عثرت أيضا على 38 عبوة ناسفة وقنابر هاون خلال تفتيش منطقتي الخان ودبونة، حيث تم تفكيكهما وتفجيرهما تحت السيطرة.